اي حاله قلق او اي اشاعات بتحصل او اي حاجه مش واصله طبعا للاعيبتنا في المعسكر. والحقيقه انه في حاجه بتميز قوي جمهور النادي الاهلي، إن لانه بالرغم من شعبيته وجماهيريته وقد ايه العدد كبير مش بس في مصر، في الوطن العربي وفي افريقيا، الا ان عمره ما كان بيمثل ضغط على اللعيبه، عمره ما كان بيمثل ضغط على الفريق. بالعكس، كل اللي واصل اللعيبه الحقيقه هي حاله الدعم الكبيره اللي بيقدمها جمهور النادي الاهلي طبعا للفريق في الفتره الحاسمه دي، في الفتره المهمه جدا دي. مهمه قوي ان ده يبقى واصل للعيبه زي ما واصل كمان قد ايه ده الحلم الاهم بالنسبه لحضراتكم، وانه قد ايه انتم مستنيين من كل لاعب طبعا من اللعيبه في الملعب ان هو يدي افضل ما عنده، يدي كل الجهد اللي عنده عشان باذن الله تكون البطوله من نصيبنا ان شاء الله. بمناسبه كلامك ده صراحه افتكرت حاجه لطيفه، يعني بمناسبه كل الزملكاويه اللي مشرفينا على صفحه قناه النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيكم طبعا، مكانكم ومرحب بيكم. لكن الحقيقه يمكن كل محاولات الفتنه او محاولات ترويج اشاعات كل ده مكشوف الحقيقه، مش مكشوف من بس القائمين على الصفحه واللي شغالين في القناه، لكن كمان مكشوف، وده لطيف الحقيقه، من جماهير النادي الاهلي اللي تكشف اي حقيقه خليه نايمه زي ما بيقولوا كده موجوده على صفحه قناه النادي الاهلي. على كل الاحوال نبتدي مع حضراتكم اخبارنا النهارده. طبعا في المقام الاول والاخير مهم طبعا نطمن على لعبتنا، ومسؤولين في النادي الاهلي بيترقبوا حتى اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها نتيجه مسحه كورونا للاعيبه الفرقه اللي هيجريها طبعا او اللي اجراها بالفعل لاعيبه النادي الاهلي النهارده، عشان على اساسها بقى يتحدد التشكيل اللي هيلعب ان شاء الله ماتش الزمالك في نهائي افريقيا يوم الجمعه على ملعب استاد القاهره في نهائي الحلم، نهائي دوري الابطال. الاهلي زي ما قلت لحضراتكم حريص على متابعه الحاله الصحيه للاعيبته، واثبتت المسحات اللي اجراها الاهلي على مدار الايام الاخيره للاعبين اصابه عدد من اللاعبين، منهم ثلاثه بس مقيدين في القائمه الافريقيه، كهربا، صالح جمعه، ووليد سليمان، طبعا محمد شريف واحمد ياسر ريان نتمنى لهم الشفاء العاجل، لكن هم كده كده بره القائمه وكده كده مش هيلعبوا المباراه، وان كنا طبعا بالتاكيد نتمنى لهم السلامه ويرجعوا للنادي الاهلي يعني سلام. كمان خليني اقول لحضراتكم انه في كلام الفتره دي على الخطه والتشكيل، يعني مستر موسيماني عودنا في الفتره الاخيره على طريقه لعب واحده وعلى ثبات تشكيل واحد. مباريات كان ليها ظروفها طبعا يا ساره، يعني سواء ماتشات الدوري كانت محسومه، ماتش قبل النهائي في دوري الابطال كان ذهاب وعوده، فبتدي اريحيه. هل تعتقدي انت برضو اكيد عندك خبره ممكن تقول لنا، شايفه انه ممكن ماتش واحد يخلي مستر موسيماني يغير طريقه اللعب ولا ممكن يلعب جداً بنفس الطريقه؟ يعني ممكن جدا، بس هو اعتقد ان التشكيل اللي كله دفاع عليه واللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، الشناوي، معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، سوليا، ديانج، وطبعا قفشه والشحات، وفي الهجوم مروان محسن، بس ممكن يحصل تغيير ممكن طبعا قفشه والشحات ويبقى معاهم جونيور مثلا. ويبقى مروان راس حرب. طبعا اعتقد دي الاوراق يعني بنسبة 90% بالظبط ده اللي كله بيتفق عليه. بس هل موسيماني هيغير في الخطة؟ يعني وارد جدا طبعا، والمهم طبعا ان المساحات اللعيبة طبعا تطلع كلها سلبية علشان يقدر يبقى معاه كروت كتير ان هو يلعب او يغير او يختار اللي هو شايفه. في الاول في الاخر كلنا ثقة في موسيماني، يمكن انا وانت كنا بنتكلم قبل مباراة الكاس انه هل هيلعب باللعيبة الاساسية ولا لا، وكان في اراء مختلفة بيننا، وفي الاخر لقيناه مريح يعني كتير من اللعيبة الاساسية، وطبعا ده كان افضل يعني ده كان افضل جدا، افضل لاكثر من سبب. السبب الاول انك تريحي لعيبتك وما تغامريش بيهم في لا قدر الله حد يتعرض لاصابه، السبب الثاني انك تدي مساحه للي ما كانش بيلعب الفتره الاخيره يشارك في مباراه مهمه، خصوصا انه احنا بعاد قوي عن اخر ماتش رسمي لعبه النادي الاهلي مع الوداد، فبالتالي محتاجه تدي. وزي ما بقول دايما يا احمد، احنا بننافس، بندخل الموسم بننافس على كل البطولات، احنا بنتكلم على كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، الدوري وكله، ولكن اي بطوله ثانيه قدام نهائي دوري ابطال افريقيا بالشكل ده في الفتره دي، لما بتكلم على كاس مصر اكيد اهميتها بتتضاءل واحنا داخلين على نهائي زي ده، فكان طبيعي جدا طبعا ان موسيماني يريح كتير من اللعيبه الاساسيه علشان لا قدر الله ما يكونش فيه اي اصابات، وطبعا ناس تانيه تاخد خبره وتبقى رجلها في الملعب اكتر. كل الحسابات الفنيه لصالح نادي الاهلي، يعني لو جينا نبص لارقام النادي الاهلي اللي حققها السيزون ده، اعتقد انه من ناحيه يعني القدرات الهجوميه او القدرات الدفاعيه او القدره على الاستحواذ او القدره على صناعه الاهداف او كل الارقام بتصب في مصلحه النادي الاهلي. لكن انا قلت لحضراتكم الماتش ده ملوش اي علاقه بحاجه احنا حققناها او باي ارقام قياسيه الاهلي كسرها السنه دي او بمشوار النادي الاهلي ناجح جدا على مدار سيزون طويل وصعب واستثنائي. لكن في ظني انه الماتش ده
ان شاء الله باذن الله هيحسموا حاجتين، هيحسموا قدره اللاعبين على التركيز طول مده المباراه ال 90 دقيقه اللي نتمنى ان شاء الله انها تتحسم في ال 90 دقيقه الوقت الاصلي، والروح، والروح اللي اعتقد انها تكون عليها عامل اساسي جدا، واعتقد انه روح الفانيله الحمراء وروح البطوله اللي موجوده عند النادي الاهلي، والاهلي الحقيقه استعادها بشكل كبير جدا وقوي جدا ومؤثر جدا تحت قياده موسيماني، ان شاء الله باذن الله تكون حاضره وتكون ده او يكون ده من عناصر حسم المواجهه. نروح يا احمد للجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره اللي استقرت